أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في درس المشتقة. أولاً، إيجاد المشتقة باستعمال التعريف. الأهداف. يتوقع منك عزيزي الطالب بعد نهاية هذا الدرس أن تكون قادراً على أن توجد المشتقة الأولى لدالة باستعمال تعريف المشتقة. مثال واحد. مثال واحد. مثال واحد. أوجد مشتقة. أوجد مشتقة. أوجد مشتقة. إف أوف إكس. إف أوف إكس. تساوي. تساوي. ثلاثة. 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 خمسة. خمسة. عندما. 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 تساوي واحد. تساوي واحد. استعمال. استعمال. تعريف المشتقة. بالتعويض عن إكس ب إكس زائد إتش في تعريف المشتقة ينتج وباختصار 3x مع سالب 3x و5 مع سالب 5 ينتج أجب عن التدريب على ورقة خارجية، ثم اضغط على تأكد لتتحقق من إجابتك.
أوجد مشتقة الدالة f of x تساوي 6x ناقص 20 باستعمال تعريف المشتقة، ثم احسب المشتقة عند x تساوي 2 و x تساوي سالب 3. بالتعويض عن x ب x زائد h في تعريف المشتقة، بتوزيع العدد 6 على القوس وتوزيع إشارة الطرح ينتج مثال 3. أوجد المشتقة الأولى باستعمال التعريف للدالة f of x تساوي سالب 2 قسمة x. الحل:
باستعمال تعريف المشتقة. بالتعويض عن x بـ x زائد h في تعريف المشتقة، بتوحيد المقامات في البسط باختصار سالب 2x مع 2x، ثم اختصار h في البسط مع h في المقام، ثم التعويض ينتج f شرطة x تساوي 2 على x تربيع.